السلام عليكم مرحبا بكم في الفيديو الثالث من فيديوهات علوم حياه الارض كيزا كل مخصصين لدراسه وحدة الرابعه وراثه الساكنه واللي كما قلنا في الفيديو السابقه غنشوفوا فيها كيفيه حساب الترددات ديال المظاهر الخارجيه والانماط الوراثيه والحليلات وهذا هو العمل الاساسي في دراسه وراثه الساكنه ما بان وراثه الساكنه هي وحده خاصه بمسلك علوم حياه الارض واذا مشيتوا للتمارين أو الامتحانات الوطنية فكتلقاوها غالبا لاصقة مع وراثة البشرية في سؤال أو سؤالين اللي كيجيو في آخر وراثة البشرية وبطبيعة الحال الوراثة البشرية كما قلنا عندها علاقة بالقوانين الإحصائية إذا المحاور الثلاث اللي هي القوانين الإحصائية والوراثة البشرية ووراثة الساكنة هي مرتبطة فيما بينها دام أن وراثة الساكنة هي وحدة خاصة فدائما غتنتظرو بأن غادي يكون عندنا تمرين خاص بها في الامتحان الوطني في الفيديو السابقه كنا وقفنا عند مفهوم الساكنه ومفهوم محتوى الجينيز الساكنه وخذينا ساكنه من نوع من الطيور وقلنا بان هذه الساكنه فيها مجموعه من الافراد من نفس النوع تحتل مزالا جغرافيا وزمنيا محددا كما ان هذه الساكنه فيها مظهرين خارجيين هم اللي عندنا عند جميع افراد هذه الساكنه كل واحد عنده مظهر خارجي خاص به بطبيعه الحال وحسبنا عدد الافراد اللي عندهم مظهر خارجي جرونطا وفترضنا بأن عندنا مية الأفراد فقط اللي عندهم جرانتا كنمط وراثي، خمسة عندهم كرونتا بسيطة وبجوج بهم هاد جوج ديال المجموعات ديال الأفراد كلهم عندهم نفس المظهر الخارجي، وبينما الأفراد اللي عندهم مظهر خارجي متنحي فلقينا فقط سبع أفراد بنمط وراثي بسيطة بسيطة، وغادي نعتمدو على نفس المثال باش ندرسو تردد المظاهر الخارجية، شنو كنعنيو بتردد مظهر خارجي؟ تردد مظهر خارجي يساوي عدد الأفراد اللي عندهم المظهر الخارجي المدروس على مجموع أفراد الساكنة اللي كنسميوها الحاصيص N وغنعتمد على نفس المثال اللي عندنا هنا وبغينا نحسبوا التردد اللي كرمزو F لا فريكونس ديال المظهر الخارجي غرونطا كنكتبوها بهذا الشكل اذا ما هو تردد المظهر الخارجي غرونطا الا طبقنا هذه العلاقه غنمشيو عدد الافراد ذوي المظهر الخارجي المدروس هو 13 فرد بينما مجموع الافراد اللي عند داخل الساكنه كامله هو 20 فرد اذا تردد المظهر الخارجي جرونطا يساوي 13 على 20 يساوي وستين. بصيغه اخرى اي 65 في البيئه بينما الافراد اللي عندهم مظهر خارجي بتيتا اللي هما هادو تردد ديالهم لا فريكونس اف دو بتيطا تساوي عدد الافراد اللي هو 7 على مجموع الافراد ديال الساكنه اللي هو عشرين تساوي صفر فاصلة خمسة شنو كنلاحظوا هنا إلا خدينا تردد ديال المظهر الخارجي كرونطا والتردد ديال المظهر الخارجي بتيطا فالترددين معا الجمع ديالهم كيعطينا دائما واحد على اعتبار أن واحد هي نسبة مئة في المئة وبالتالي جميع الأفراد اللي عندنا داخل الساكنة إما كيكون عندهم مظهر خارجي كرونطا أو مظهر خارجي بتيطا إذا مجموع المظاهر الخارجية اللي عندنا هو فقط هاد الاثنين اللي كيشكلوا 100% ويتم التعبير عنها في التردد بحيث ان تردد ديال المظهر الخارجي الاول زائد تردد ديال المظهر الخارجي الثاني يساوي واحد لو افترضنا مثلا كمثال بانه لدينا ثلاث مظاهر خارجيه مختلفه فغيكون عندنا مجموع ترددات ديال جميع المظاهر الخارجيه يجب ان يكون مساوي لواحد وهذه قاعده لخصنا خصنا الحفظة. نمشيو الان ندرسو او نحسبو تردد الانماط الوراثيه بطريقه بسيطه وهي نفس الصيغه اللي عندنا هنا غير كنبدلو المظهر الخارجي بالنمط الوراثي اذا تردد نمط وراثي معين يساوي عدد الافراد اللي عندهم النمط الوراثي اللي كندرسو فيه ما بان عندنا ثلاثه ديال الانماط الوراثيه مختلفه اذا باش نحسبو تردد نمط الوراثي هو عدد الافراد اللي عندهم النمط الوراثي المدروس على مجموع افراد ساكنه اللي كرمزوا لها ان كبيره اللي هي العدد دائما هو 20 فرد وهي في الحقيقة كان خصنا نكتبو هنا مجموع الأنماط الوراثية المتوفرة داخل الساكنة اللي كيطيح لنا دائما في نفس الصيغة اللي هي مجموع أفراد الساكنة دائما 20 بغينا أن نحسبو تردد نمط وراثي أ كبيرة أ كبيرة بتطبيق هذه الصيغة شحال عندنا عدد الأفراد اللي عندهم جرونتا كرونتا عندنا 8 ديال الأفراد شحال عندنا العدد الإجمالي لكل الأفراد هو 20 فرد وبالتالي اف ديال غرونطا ستساوي 8 على 20 النمط الوراثي الثاني اللي غنختاروه هو النمط كنوطيطا تردده بنفس الطريقه عندنا خمس افراد اللي غنوضعوها هنا في البسط وعندنا 20 فرد اللي هو دائما مجموع افراد الساكنه إذن يساوي خمسة على 20 بقى لنا النمط الوراثي الاخير بتيطا, بتيطا عدد الافراد هو سبعة والمجموع ديال الافراد هو 20 فا مشينا الأن بغينا نحسبو هاد تمنية على عشرين هي صفر فاصلة أربعة وخمسة على عشرين هي تساوي صفر فاصلة خمسة وعشرين وسبعة على عشرين تساوي صفر فاصلة خمسة وثلاثين إذا شنو كنلاحظو صفر فاصلة خمسة وثلاثين زائد صفر فاصلة خمسة وعشرين زائد صفر فاصلة أربعة تساوي واحد وهذه قاعدة ثانية القاعدة الأولى قلنا مجموع المظاهر الخارجية المختلفة أو عفوا مجموع ترددات المظاهر الخارجية المختلفة يجب أن يكون مساويا لواحد كما أنه لقينا الآن مجموع ترددات الأنماط الوراثية المختلفة اللي لدينا هنا يجب أيضا أن يكون مساويا لواحد وهذه علاقة أساسية جدا في وراثة الساكنة اللي كتخلينا نخرج ترددات الحليلات اللي غنشوفوها فيما بعد كنعطيو الآن بالنسبة لهذا النمط الوراثي لاحظتوا فيه جوج الحليلات سائدة فكنسميوه دي كبيرة بمعنى دومينو دومينو بمعنى سائد أي أنه نمط وراثي سائد نمط الوراثي اللي عندنا هنا فيه حليل سائد جرونتا وفي حليل متنحي بتيتا إذن فهو هجين هجين فرنسيا نسميه إيبريد ومنو كنجيبو الحرف غرونطاش الذي يرمز إلى هاد النمط الوراثي بينما النمط الوراثي الأخير فكتلاحظوا بأن فيه جوج ديال الحليلات متناحية ومتنحى فرنسية هي غيسيسيف إذن كنعطيه الرمز إر كبيرة وبالتالي هاد دي التي ترمز إلى النمط الوراثي السائد أج النمط الوراثي الهاجين و التي ترمز إلى النمط الوراثي المتناحي خصنا نعقلو على هاد التلاتة ونعقلو على أيضا الدلالة ديالها لأن غادي نخدمو بها فيما يتعلق بتردد الحليلات وكنخرجو قاعدة جديدة القاعدة الأولى هي أن مجموع ترددات المظاهر الخارجية يجب أن يكون مساويا لواحد عند الساكنة ومجموع ترددات ديال الأنماط الوراثية المختلفة يجب أن يكون مساوي لواحد هذه القاعدة الثانية وغنخرجوا القاعدة الثالثة باش ندرسوا الساكنة الآن غنمشيو لتردد الحليلات اللي فيها واحد شوية ديال الصعوبة ولكن لا تبعتوا معنا فالكل هو سهل إذا اذا إيه بغينا ندرسو تردد ديال الحليل ا بنفس الصيغه اللي شفناها سابقا هي عدد مرات تواجد الحليل ا مابقاش عندنا النمط الوراثي او المظهر الخارجي عدد مرات تواجد الحليل ا داخل الساكنه على مجموع اعداد حليلات الساكنه اذا ملي درنا في حساب تردد ديال المظهر الخارجي كرونطا درنا هو عدد افراد اللي عندهم المظهر الخارجي جرونطا على الحصيص اللي هو جرونتان ملي جينا لدراسه النمط الوراثي جرونطا درنا هو عدد الافراد اللي عندهم النمط الوراثي على مجموع الافراد او مجموع الانماط الوراثيه ديال جميع الافراد هنا ملي كنجيو للحليلات كنغيرو المقام مبقاش عندنا مجموع الافراد ولكن هو مجموع اعداد حليلات الساكنه فكنمشيو الان باش العمليه عدد مرات تواجد الحليل الا داخل الساكنه فكنرجعوا لهاد الساكنه اللي كمثال عدد مرات تواجد الحلي الكرونطا فكنلقاو انه عند كل فرد نمطه الوراثي كرونطا كرونطا هو متواجد مرتين وعند كل فرد نمطه الوراثي كرونطا بتيطا هو متواجد مره واحده إذن اذا الا كانوا عندنا خمسه ديال الافراد عندهم النمط الوراثي كرونطا بتيطا شحال من مره هذا المجموع ديال خمسه الافراد عندهم الحلي الجرانتا غادي يكون عندنا هو خمسة ديال المرات وعند الافراد هاد التمنية اللي عندنا هنا كل فرد عنده نم الحلي الجرانتا موجود مرتين إذاً مجموع الحليلات من النوع كرونطا الموجود عند التمنيه الافراد هي جوج مرات في ثمان افراد اللي هي إذاً اذن عدد مرات تواجد الحلي الكرونطه داخل الساكنة سيساوي جوج في ان غرونطا غرونطا اللي سمينا للأفراد الافراد عدد الافراد اللي عندهم النمط الوراثي غرونطا غرونطا زائد مره واحده في مجموع الافراد اللي عندهم غرونطا بتيتا اما مجموع اعداد حليلات الساكنة ما ننسوش بان الساكنه اللي كانت عندنا فيها 20 فرد اذا هاد العشرين فرد عطاونا عشرين نمط وراثي ما كتكلموش على الانماط الوراثيه المختلفه الانماط الوراثيه المختلفه يلا عندنا ثلاثه هنا عشرين بمعنى مجموع الأنماط الوراثية اللي عدنا عندنا عشرين نمط وراثي اللي كينا داخل كل ساكنة لأنه عندنا عشرين فرد إذا اعتبرنا في كل نمط وراثي فيه جوج ديال الحليلات إذن مجموع الحليلات كاملة اللي عندنا داخل الساكنة هو جوج في إن وأن هي عدد الأفراد أو عدد الأنماط الوراثية داخل الساكنة إذا مجموع عدد حلال الساكنة هي جوج في مجموع أفراد الساكنة اللي كنا له ليه إن وبالتالي ولات عندنا إثنان إن إن اللي عندنا هنا راه هي الحصيص الإجمالي اللي هي قلنا عشرين فرد وعشرين نمط وراثي بينما إن اللي عندنا هنا بمعنى عدد أنماط الوراثية كرونطا كرونطا أو عدد الأنماط الوراثية كرونطا بتيطا إلا بغينا الآن نحسبو تردد الحليل في بتطبيق هذه الصيغة وباستعمال ايضا هذه الصياغ اللي خرجناها الان للدلاله على عدد مرات تواجد الحليل داخل الساكنه وايضا مجموع الحليلات كامله اللي عندنا داخل الساكنه اف دو غرونطا تساوي مدى اثنان ان ديال غرونطا غرونطا زائد ان غرونطا تيتا على اثنان ان اللي هي الحصيص اللي قلنا هو 20 فاذا جينا الان فصلنا هذا التردد شنو غيولي عندنا اف دو غرونطا يساوي اثنان ان ديال غرونطا على اثنان ان زائد ان ديال غرونطا على اثنان ان هاد ان دو غرونطا غرونطا على ان شنا هي هي اف ديال غرونطا غرونطا و اثنان مع اثنان غنختازلوها اذا غتولي عندنا هي اف دو غرونطا غرونطا تردد النمط الوراثي غرونطا غرونطا زائد واحد على اثنان اللي بقات عندنا هنا هي إن دو كرونتا بتيطا على الحاصيص إن اللي هي تردد النمط الوراثي كرونتا بتيطا وبالتالي كخلاصة كيولي عندنا إف دو كرونتا يساوي إف دو كرونتا كرونتا زائد واحد على اثنان إف دو كرونتا بتيطا ومنساوش بأن إف دو كرونتا كرونتا عطيناها واحد الرمز اللي هو دي كبيرة وأن اف دو غرونطا تيتا عطيناها الرمز اش كبيرة وبالتالي هذا كيعطينا قاعدة جديدة فيما يتعلق بدراسة وراثة الساكنة هي اف دو غرونطا تساوي دائما دي زائد واحد على 2 اش الان بالنسبة للحليل الموالي وهو الحليل الثاني اللي بقى عندنا تيتا ما هو تردد بتيتا وهو بنفس الطريقة بنفس الصيغة اللي درناها هو عدد مرات تواجد الحلي بتيتا داخل الساكنة على مجموع أعداد جميع الحليلات داخل الساكنة اللي هو اثنان ان ان هي الحاصيس يعني مجموع الأفراد إذا عدد مرات تواجد الحليل بتيتا داخل الساكنة غنرجعو هنا كنلقاو بأن هنا كنش عندنا دونك هدا مغنحسبوش عندنا فقط في هذا النمط الوراثي وعندنا في هذا النمط الوراثي وفي النمط الوراثي موجود مرة واحدة وفي هذه النمط موجود مرتين إذن غادي يكون عندنا هنا عدد مرات تواجد الحل بتيتا عند هاد الخمسة الافراد اللي غنسميهم ان ديال جرونتا تيتا سيكون عدد مرات تواجد الحل بتيتا هو مساوي لواحد ان لانه داخل كل نمط جرونتا بتيطا موجود مرة واحدة بينما هنا بتيطا موجود عند هات سبعة أفراد بحيث ان كل فرد عنده جوج ديال الحليلات بتيطا، اذا ا الحالة الثانية المجموع ديالها هو اثنان ان ديال هؤلاء الافراد، اذا عدد مرات تواجد الحليل بتيطا داخل الساكنة يساوي اثنان ان ديال بتيطا بتيطا زائد واحد ان ديال جرانتا بتيطا، علما بان مجموع عدد حليلات الساكنة لا يتغير وهو دائما مساوي لجوج في N اللي هي الحصيص أي مجموع أفراد الساكنة فتكون بالتالي F2 بتيتا مساوية لهذا المجموع اللي عندنا هنا على المجموع ديال أفراد الساكنة مضروب في مرتين إذن 2 N بتيتا بتيتا زائد N2 جرونتا بتيتا على 2 N وغجون فصلها أيضا F2 A صغيرة تساوي 2 N ديال بتيتا بتيتا على اثنان إن اللي هو الحصيص مجموع الأفراد زائد واحد على اثنان إن دو كرونطا بتيطا على إن وبنفس الطريقة إن ديال بتيتا بتيطا على إن هي إف دو بتيطا بتيطا وهذه اللي عندنا هنا هو إف ديال كرونطا تيتا هاد بتيطا أو تردد إف دو بتيتا بتيطا كنا سميناه و التردد ديال غرونتا بتيطا سميناه اش وبالتالي كتكون عندنا هادي تساوي تردد بتيطا بتيطا زائد واحد على اثنان تردد ديال غرونتا بتيطا هادي قلنا سميناها ار وهذه سميناها اش وبالتالي كيكون عندنا اف دو بتيطا بتيطا زائد واحد على اثنان اف دو غرونتا بتيطا هو التردد ديال اف دو بتيطا غنعوضو هاد التردد ديال اف تيتا بتيتا و هاد التردد الثاني اف دو غرونطا بتيتا بالصياغ اللي هي الرموز اللي خديناها تساوي ار زائد واحد على اثنان اش وهذه قاعدة مهمة جدا في وراثة الساكنة وغنجمعو جميع هاد القواعد اللي شفناها في وراثة الساكنة كالتالي الى عرفنا هذه الرموز دي دائما تشير الى النمط الوراثي السائد اش نمط الوراثي الهاجين اللي فيه السائد المتنحي و ار نمط الوراثي المتنحي اللي بجوج ديال الحليلات متنحيين فيمكن لينا نخرجوا القواعد التاليه القاعده الاولى وهي ان تردد الحليل جرونتا السائد يساوي دي زائد واحد على اثنان اش وان تردد بسيطة الحليل الثاني ديال نفس المورثه هو ار زائد واحد على اثنان غرونطاش وان اف او تردد جرونتا وتردد الحل المتنحي يجب ان يكون مساويا لواحد كما ان مجموع ترددات جميع الانماط الوراثيه المختلفه يجب ان يكون مساوي لواحد ونفس الشيء بالنسبه لمجموع ترددات جميع المظاهر الخارجيه المتوفره داخل الساكنه يجب ايضا ان يكون مساويا لواحد وهي قواعد لخصنا نحفظوها ونفهموا منين جبنا هذه القواعد هذه القواعد هي اساسيه في دراسه انتقال مورثه معينه داخل الساكنه واللي غادي نعاودو نطبقوها في مجموعه من الحالات كما شفنا في القوانين الإحصائية او الوراثه البشريه في الحاله ديال السياده التامه في الحاله ديال تساوي السياده بالنسبه لهذه المورثه وايضا في الحاله ديال المورثه محموله على الصبغيات الجنسيه ما نساوش بان الاساس ديال هاد العمليات كامله اللي كنديروها هو القوانين الاحصائيه اللي شفناها فهاد القوانين اللي خرجنا الان القانون الاول والثاني الثالث الرابع والخامس هي القوانين التي سوف تحكم كل حالات انتقال حليلات مورثه معينه بين افراد ساكنه وايضا عبر الاجيال المتعاقبه ديال نفس هذه الساكنه وهذه عمليه اللي عود نطورها في الفيديوهات اللاحقه في انتظار ان نلتقي فيما تبقى من الفيديوهات الخاصه بورثه الساكنه كنتمنى تكون هذا الفيديو فاتكم والى لقاء قريب